السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم رشيد حباشو من مركز الأحجار الكريمة. إذا هذا الفيديو سأوضح لكم بعض، سأعطيكم فكرة ونبدأ عن بعض الأجهزة التي نتوفر عليها في مركز الأحجار الكريمة. هذه الأجهزة هي أحدث الأجهزة على المستوى على الصعيد العالمي التي تستعمل في فحص الأحجار الكريمة، بين يعني دايموند سيلكتر، جهاز لقياس توصيل الحرارة في الألماس، جهاز لمعرفة الأحجار الكريمة، جهاز قياس كثافة النوعية، جهاز قياس المعامل الانكسار، ميكروسكوبات، أحدث الميكروسكوبات، سبيكترومتر إلى غيرها، جهاز لقياس الصلابة. إذن فهذه الأجهزة التي نتوفر عليها، هذا مختبر مصغر محمول لفحص الأحجار الكريمة. فنحن فنحن في مركز الأحجار الكريمة نحاول دائما الاعتماد على العلم، و بطبيعة الحال بالنسبة للكتب لدينا جميع الكتب. هذه الأجهزة بعضها لدينا للبيع لمن يريد أن يشتريها، وما ليست لديه إمكانية الشراء فيمكنه أن يستفيد من مختبرنا ومن أجهزتنا بشرط الانضمام للمجموعة والعمل مع المجموعة. فأنت إذا لم يكن لديك المال لتأديته مقابل الخدمات التي نقدمها لك في مركز الأحجار الكريمة، ف تكون عضو تنضم. لا يمكن أن تنضم اليوم وتستفيد من الأجهزة ومن المختبر في الغد، يجب أن تنضم وتبقى وفيا للمركز عبر التسويق، سواء لمنتجاتنا أو التعاون جميعا لتسويق وتجارة الألماس الخام. طريقة العمل بطبيعة الحال هذه نشرحه لك عند التواصل معنا على الخاص. الباب مفتوح لأي شخص جاد، الباب مفتوح لأي شخص جاد سواء أراد أن يصبح عضو في الفريق أو منقب تابع للمركز. ما معنى منقب تابع للمركز؟ يعني أنك أنت إذا كنت منقب وصياد للأحجار الكريمة، لا أتحدث عن الأحجار النيزكية، أنا أعتذر للأشخاص الذين يشتغلون في الأحجار النيزكية، فنحن في مركز الأحجار الكريمة لا نشتغل في النيزك، فقط في الأحجار الكريمة وخاصة الألماس الخام. إذا كنت منقب فإنك تنضم إلينا لتستفيد عن طريقة العمل أو طريقة تنقيب، نعطيك دروس تستفيد من الدروس، ونحن نعطيك استشارات إذا لزم الأمر. تفحص ترسل لنا العينات لفحصها في مركز أحجار كريمة، وإذا وجدت أحجار المبحوث عنها التي نبحث عنها وهي الألماس الخام، فإنك تلتزم بأن تبيعها للمركز. هذا إذا أردت أن تشتغل بشكل مستقل، يعني ترقب، نحن نعطيك الدعم، نعطيك التكوين، نعطيك الأجهزة، نعطيك استشارات، نعطيك الفحوص، لكن إذا وجدت أحجار مطلوبة فإنك تبيعها للمركز. إذا ربما تكون دروس كما قلت مستقبلا لشرح طريقة عمل كل جهاز من الأجهزة، لأن هذا في الحقيقة علم، علم الجيمولوجيا أو علم الأحجار الكريمة، ولا يمكن نشرحه في درس أو درسين، إنما مجموعة من الدروس نشرح فيها كل جهاز على حدة.